اهلا بحضراتكم مره تانية، وده ميعادنا مع جولتنا اليوميه وابرز عناوين صحف القاهره الصادره صباح اليوم برؤيه وتحليل ضيفنا في هذه الفقره النهارده استاذ محمد الشماع الكاتب الصحفي بجريده الاخبار. صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير، اهلا بيك. نبتدي اولا بجريده الاهرام وعنوانها الرئيسي تشديد الاجراءات التامينيه لحمايه المنشات والمواطنين. وزير الداخليه لن نسمح بتكرار مشاهد الفوضى والتخريب. يعني هل ده بسبب عملية الاغتيال اللي حصلت مؤخرا للعميد عادل رجائي في رأيك؟ يعني التصريحات دي كرد فعل لهذه العملية؟ لا، أنا بتصور طبعا أن الجهاز الأمني يعني قدامه تحديات مهمة وخطيرة ومحمل بأعباء جسام، فده بيأتي في إطار عمل الجهاز الأمني في مصر. لأنه يعني. لا مش كردة فعل طبعا، لكن كلنا طبعا التهديدات الجوفاء واللي بيحصل على التواصل الاجتماعي و11 نوفمبر و11 11 والكلام اللي بيحاول عمليات الشحن، وطبعا استغلال طلبة الجامعة زي ما كلنا يمكن شفنا وتابعنا الأخبار أن هناك نشاط محموم لأعضاء الجماعة في الجامعة ومحاولات استقطاب عدد كبير جدا من الطلاب وتقديم المال بكميات وفيرة، وصل للطالب 2000 جنيه عشان يشارك في هذه المظاهرات عشان يهتف ضد الجيش والشرطة. فأعتقد أن ده اجتماع السيد وزير الداخلية بيأتي في إطار وضع سيناريوهات محتملة لما يمكن أن يحدث سيان في 11-11 أو بعد 11-11 أو قبل 11-11 أو أي وقت، وده المفروض طبعا هو اللي يجب أن يكون، لأن أن نحط سيناريوهات محتملة ومتوقعة في كل الاتجاهات، لأنه أيضا يعني إحنا لازم كمان نتعلم من التجارب السابقة. ما يمكنش أن عدد من استشهاد العميد رجائي شيء طبعا صادم لكل المصريين، وده حدث لم يعني ليس هذا الحدث ليس هو الأول من نوعه، هناك حوادث أخرى مشابهة، لكن للأسف يمكن ما خدناش العظة وما خدناش الاحتياطات اللازمة. يعني كان حادث استشهاد النائب العام نفس الطريقة، حادث برضو بعض اللي كان فيه أحد قيادات الشرطة استهدافهم من منازلهم، كان منذ فترة طويلة يمكن مدير المكتب الفني للسيد وزير الداخلية وهو نازل من منزله أو عندما ركب سيارته يعني تم استهدافه، الأكمنة اللي بيتم استهدافها. فأنا بتصور أنه لازم يكون عندنا ضربات استباقية لهذه العمليات، وما يمكنش أن احنا نقول أن الجماعة أصابها ارتباك وهي بتقوم بتنفيذ مثل هذه العمليات. طب إزاي لما هي عندها حالة ارتباك؟ الجماعات الإرهابية وجماعات الإخوان تحديدا أصابها الارتباك والتفكك وبتقوم بمثل هذه العمليات. دي مسألة يعني مش منطقية. يعني هي ممكن تبقى العملية دي مترتبة، بس هو برضو حضرتك يعني لازم احنا بنتكلم على الاحتياطات الأمنية، الاحتياطات الأمنية. طب احنا دلوقتي يعني ما احنا استطعنا أجهزة الأمن في خلال هذه الساعات القليلة الوصول إلى مرتكبي حادث استشهاد العميد رجائي وبالسرعة الشديدة دي، ان هم كانوا بيقوموا شقة مفروشة وكانوا موجودين في الإسماعيلية وجم في القليوبية واستهدفوا المكان. طب فين أجهزة الرصد عشان تشوف الناس دي؟ ودي شخصيات مستهدفة، وأجهزة الأمن تعلم تماما أسماء الشخصيات المستهدفة سواء كان من الجيش أو من الشرطة أو من الشخصيات العامة. فلازم يبقى فيه ضربات استباقية، ولازم يبقى فيه يعني زمام المبادرة يبقى في إيد أجهزة الأمن، ما بقاش إحنا رد فعل لكل حادث كده بالشكل ده. فيعني ده يعني اللي أتمنى إن إحنا بنشوفه بإذن الله في المرحلة القادمة. ويعني عملية تأمين الشخصيات العامة دي مسألة يعني مش محتاجة الخبر، يعني تبادل أماكنهم وعدم الإقامة في مكان واحد وتكرار خط سيرهم، فدي مسألة بديهية. يعني إزاي شخصية هامة بهذه الأهمية والخطورة وما يتمش مثلا نقلها من مكان لمكان أو تأمينها بصورة أكثر دقة وأكثر أمنا واحتياطا لمثل هذه الحوادث؟ فأتمنى أن يعني المسألة ما تبقاش أن احنا يبقى ردة فعل والمسألة بعد ما تقع الواقعة نبتدي نجري ونشوف الناس دي شكلهم ايه. تمام. في جريدة الوطن كماشة أمنية لاصطياد قتلة العميد عادل رجائي بعد تحديد أسمائهم وأماكنهم.
مصدر أمني، المتهمون الثلاثة من كتائب الإخوان المسلحة وإخوان الجامعات يبدأون استقطاب الطلاب الجدد ل 11 نوفمبر ب 2000 جنيه للطالب، ده حضرتك اتكلمت عنه دلوقتي. وبالنسبة للكماشة الأمنية حتى الآن لم يتم القبض عليهم، لكن المفروض أنه يتم تم تحديد هويتهم وتضييق الخناق عليهم، وأعتقد إن شاء الله هيتم القبض عليهم ومحاكمتهم. لكن زي ما قلت لحضرتك الضربات الاستباقية الأمنية ووضع كافة السيناريوهات لما يمكن ان يحدث، لان دي جماعات لا اخلاق ليها ولا ضمير ولا، وبتستخدم يعني هم دلوقتي انا بتصور ان اجهزه الامن تطلع تقول ايه ده الجماعه الاخوانيه طورت من اداها. طيب طورت من اداها، انت طورت يعني، ما انت كمان لازم تطور من ادائك. هم عندهم يعني لازم نضع في حسباننا ان الناس دي عندهم يعني ذكاء شديد جدا جدا في الشر، وذكاء شديد في بهذا بموجهينه لتدمير هذا البلد، وبيطوروا من ادائهم كل يوم، وبيطوروا من عملياتهم الاجراميه بشكل مستمر وبشكل يعني يمكن لا يخطر على بال. فاحنا لازم نكون يعني على الاقل على على على, على في نتخذ خطوات استباقيه لمنع مثل هذه العمليات. تمام. في جريدة الأخبار تحت شعار إبداع انطلق بمشاركة 3000 شاب و300 شخصية عامة، السيسي يفتتح غدا المؤتمر الوطني للشباب في شرم الشيخ، ماراثون للسلام بمشاركة الرئيس، حفل غنائي شبابي، جائزة للإبداع السنوي. إيه أهم الحاجات اللي حضرتك تتمنى أنه المؤتمر يخرج بيها؟ يعني أنا أتمنى المؤتمر يخرج بتوصيات مهمة، إلى جانب قبل كل هذا أن احنا نهيئ عقول الشباب ونشرح لهم الحقائق كاملة بشفافية كاملة، أوضاع الحقيقية للبلد، الأزمات اللي احنا فيها حقيقية، لأن في طبعا في أسباب يمكن ما بتعلنش للرأي العام. الشباب من حقه أن هو يعرف هذه الحقائق ويعرف هذه التحديات الخطيرة اللي يمكن بتغيب عن الكثيرين مننا. فأتمنى أن الشباب يكون على دراسة لا يتم بحقائق الأوضاع والأمور في هذا البلد في كل القطاعات وفي كافة المجالات العمل الوطني، وأيضا أن الشباب يكون مشارك حقيقي وفاعل في العمل الوطني خلال هذه المرحلة، بمعنى أن برضو توفير فرص العمل لمن يستحق ولمن يستطيع أن يؤدي فرصة العمل. يعني إيه زي ما بنقول أن مش أقول لك الصف الثاني والثالث ما خدش حقه، لا، الصف الثاني والثالث لازم يعد نفسه ويأهل نفسه ويسلح نفسه لتقلد وظيفة وتقلد مكان في العمل العام، عمل سياسي، عمل تنفيذي، عمل وظيفي، ويبقى في يبقى عنده قناعة تامة انه هناك شفافية ومساواة وفعلا حق المواطنة للجميع، وانه الوظائف ليست حكرا على قطاع معين او فئة معينة من ابناء الشعب، وان الوظائف كلها متاحة لمن يستحقها ولمن يستطيع ان يؤدي هذه الوظائف. اعتقد انه ايضا ان اتاحة الفرصة للشباب للابداع، بمعنى ان شاب عايز يعمل مشروع صغير، اعتقد ان من واجب الدولة وحق الشاب على الدولة ان هي توفر له التمويل اللازم، توفر له الخبرة، توفر له عملية التسويق، تساعده في عملية القروض، إذا تعثر تقف جنب منه مش تحاكمه وتقول له أنت فشلت، لا، إذا فشل مرة واثنين وثلاثة الدولة تقف جنبه وتساعده، لأن الشاب اللي بيتجه إلى العمل الخاص ده بياخد مغامرة. كلنا شايفين السوق في ارتفاع وانخفاض وأسعار وفي مشاكل وفي تسويق وفي شراء وفي قوة شرائية وفي نقص خامات وفي يعني في مشاكل كتير، لكن بإمكاننا إن احنا نتغلب على كل هذه المشاكل إن الدولة بالفعل عايزة تؤيد الشباب وتساعد الشباب وتساهم في خلق فرص عمل، وكلنا مقتنعين وعندنا قناعة تامة إن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي اللي بنت الأمم والدول الاقتصادية القوية زي ألمانيا زي الصين وعدد كبير جدا من دول العالم. الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي اللي يعني أنعشت هذا الاقتصاد وجعلته اقتصادا قويا. فمن حق الشاب على الدولة أن تقدم له كل المساعدات وتقف إلى جانبه، ليس بالتصريحات فقط وليس بالحوارات للمسؤولين عن الأجهزة اللي المفروض أنها تقدم مثل هذه المساعدات للشباب. هو المفروض أنه ده توجه الدولة على مدى السنة دي كلها، أنه المفروض أنه عام الشباب. هل شايف حضرتك ان في اجراءات تم اتخاذها ولو حتى جزئية حتى الان ولا لسه كلها؟ لا،
لا يعني عشان نتكلم بصراحة، لأن الشباب ما زال برضو بيعاني. يعني ما يمكنش شاب راح يعمل مشروع ب 20 30 ألف جنيه ولا 50 ألف جنيه يقولوا له عايزين 30 40 مستند علشان يوافقوا له على القرض. يعني لسه التعقيدات يعني القيادة السياسية متمثلة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي 200 مليار لقروض للمشروعات الصغيرة. تيجي حضرتك الشاب يروح للبنك أو يروح للشتاء قرض يشوف الويل، يشوف عذاب شديد جدا. أتمنى أن لمثل هذه العقبات تطرح أمام السيد الرئيس وتطرح أمام المسؤولين في هذا المؤتمر، والمؤتمر ده فرصة عظيمة جدا وفرصة ذهبية أن الشباب في حوار مباشر بينه وبين القيادة السياسية، بين رأس الدولة، يستطيع أن هو يبوح لها بكل لهذه القيادة بكل مشاكله وكل آماله وطموحاته علشان تبقى مباشرة، وبيبقى موجود السادة الوزراء والمسؤولين. لكن السادة الرئيس لم يتوانى لدرجة يعني أكثر من أن يقولك أنا حوقع بنفسي على المشروعات. فيعني أكثر من هذا يعني أعباء ومسؤوليات جسام، ومع ذلك السادة الرئيس بيتصدى لهذه القضية المهمة. فعلى كبار المسؤولين في الدولة أن هم يعني يعملوا بنفس فكر السادة الرئيس وبنفس السرعة وبنفس الإنجاز علشان الشباب بينطلق ويبدع بالفعل، ما يبقاش كلامنا يعني مجرد تصريحات فقط. أكيد. طيب، في جريدة الجمهورية تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار، الاستعداد لكافة السيناريوهات ومواجهتها بالتلاحم الشعبي. ضبط الأسعار أحد المطالب الملحة في الوقت الحالي، تفتكر إيه الإجراءات اللي لازم يعني كان المفروض أنها تتخذ من فترة ولابد بقى من الإشراف بجدية على اتخاذها في الوقت؟ شوفي حضرتك، يعني كلنا بنسمع عن الكميات الضخمة من السلع اللي بيتم ضبطها مخزنة أو بيحتكرها عدد من كبار التجار، سواء كان في السكر أو الأرز أو الزيت أو السلع الاستراتيجية أو القمح اللي بيهم المواطن المصري. كميات ضخمة جدا جدا بيتم حجبها واحتجازها وتخزينها بهدف رفع أسعارها. يعني ما حدش يقول ان سعر كيلو السكر من 4.5 ولا 5 جنيه يوصل 15 جنيه، دي مسألة خطيرة جدا لم تحدث وبدون اي مبررات على الاطلاق. فهناك عدد من التجار الجشعين بيحاولوا ان هم يستثمروا الازمات ويفتعلوا الازمات، وهناك ايضا منظمات يعني جماعة الاخوان وكبار تجارها الذين ما زالوا طلقاء يعني وبيفعلوا ما يشاءون في السوق الاقتصادي في مصر والسوق التجاري، بيرتكبوا جرائم خطيرة جدا جدا. الشيء يعني السريع والفاعل في مثل هذه الأوقات أنه أجهزة الرقابة تنشط بكل قوتها بكل اهتمامها علشان تواجه مثل هذه الحالات، عملية الاحتكار، عملية التخزين، عملية رفع الأسعار، إخفاء السلع. كل هذه الأمور أجهزة الرقابة عليها دور كبير جدا، وإحنا عندنا عدد كبير جدا من أجهزة الرقابة، حماية المستهلك والرقابة التموينية ومباحث التموين ومباحث الوزارة التموين والأجهزة الرقابية. والدور اللي حضرتك يعني أشرت إليه دور المجتمع المدني. المجتمع المدني عليه دور كبير جدا إن هو يبلغ عن هذه التجاوزات وعن هذه الممارسات الغير قانونية والخاطئة، وعملية تفعيل تطبيق القانون على هؤلاء المحتكرين، لأنه الموجود في السوق يكفي ويزيد، لكن الممارسات الاحتكارية والممارسات استغلال المواطنين بهذا الشكل شيء خطير. إلى جانب هذا، الدولة يجب أن تقوم بدور مهم جدا جدا وأن تدخل منافس لهؤلاء التجار الجشعين، ما تتركش المواطن الغلبان فريسة للتاجر الجشع هو يحدد السعر زي ما هو عايز ويستورد متى يشاء ويتوقف عندما يشاء. لكن الدولة عليها دور كبير جدا، للدولة لديها آليات ضخمة جدا تستطيع أن تفعلها. هيئة السلع التموينية هيئة ضخمة جدا ومليئة بعشرات ومئات المستشارين وكبار الموظفين والدرجات الوظيفية العالية، تستطيع أن تستورد من الخارج بأسعار معقولة، ولديها عدد كبير جدا من منافذ التوزيع ممثلة في الجمعيات الاستهلاكية وشركات القطاع العام والقطاع الأعمال، تستطيع أن تدخل منافس علشان ما تتركش المواطن فريسة للتاجر الجشع اللي هو بيحدد السعر كيفما شاء. جريدة الأهرام شهد توقيعها مجلس رئيس مجلس الوزراء مع بنك الاستثمار الأوروبي اتفاقيتان لدعم الخط الثاني لمترو الأنفاق وتطوير ميناء أبو طرطور. طبعا مترو الأنفاق مشروع يعني نقل حياة المصريين وعدد كبير جدا منهم، والخط الثاني ممكن بعض الأماكن تعاني شوية من مراحل تجهيزه، لكن في النهاية أكيد هيختصر وقت. وميناء أبو طرطور أيضا من المشاريع
طبعا حضرتك يعني المواني وتطوير المواني سواء كانت مواني بحرية أو مواني برية أو المطارات ده بيصب في صالح الاقتصاد المصري ودعم الاقتصاد المصري وسرعة عملية تبادل حركة التجارة من وإلى مصر وتقديم تيسيرات كبيرة جدا في عمليات الشحن والتفريغ. أعتقد أن دي بتصب في صالح الاقتصاد المصري والدولة قطعت شوط كبير جدا خلال العامين الماضيين في تطوير المواني وتطوير المطارات وتطوير أيضا شبكة الطرق. كل ده بيساهم مساهمة حقيقية في إنعاش الاقتصاد المصري واختصار الوقت والجهد وخفض التكلفة بتاع تخزين السلع اللي بتيجي تترمي في المواني أو البواخر اللي بتفضل منتظرة عدة أيام على المقربة من السواحل والمواني المصرية. ده بيكلفها مبالغ مالية ضخمة جدا وبيرفع سعر السلعة اللي بيتم استيرادها أو تصديرها. أيضا مترو الأنفاق مشروع عظيم جدا ومشروع ضخم جدا وأدى خدمة كبيرة جدا لملايين المواطنين المصريين في القاهرة الكبرى، ونتمنى أن احنا كلنا كمواطنين نحافظ على هذا المشروع، نحافظ عليه بحسن استخدامه وعدم الإضرار به، وأيضا يعني محاولة المشاركة في خفض خسائر هذه الوسيلة الرائعة والآمنة والسريعة من وسائل المواصلات في مصر اللي بتساهم في حد كبير جدا جدا في تخفيف الزحام والضغط المروري فوق سطح الأرض في القاهرة الكبرى. تمام. طيب خلينا نروح نشوف عنوان في الجمهورية، انطلاق فعاليات مؤتمر جنيف البرلماني الدولي بمشاركة مصرية رفيعة، عبد العال تنسيق عربي أفريقي لدعم قضايا المنطقة وحل النزاعات. ايه الخبرات اللي ممكن يتم تبادلها بين البرلمانات، البرلمان المصري يعني والأوروبي. نقدر نقول البرلمان المصري وبالمشاركه مع البرلمانات الدوليه دي بنقول عليها الدبلوماسيه الشعبيه، تستطيع ان تقوم بدور كبير جدا في ايضاح الصوره الحقيقيه لما يجري على ارض مصر من في اطار العمل العام والانجازات اللي بتتم في مصر والمشاكل ايضا والاخطار اللي بتتهدد المنطقه بتتهدد العالم من جراء الارهاب الدولي اللي بتعاني منه معظم شعوب ودول العالم. يستطيع البرلمانات المختلفة والبرلمان الدولي بصفة خاصة انه يساهم بدور كبير جدا في يعني شحن الرأي العام وشحذ الرأي العام وإيضاح الحقائق امام الرأي العام للمشاركة في عملية مكافحة الإرهاب الدولي وايضا ترسيخ حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين واللاجئين من الدول اللي اصابها هذا الإرهاب في حياتها ودمرها وجعل الملايين من أبناء هذه الشعوب تخرج من أراضيها وتهاجر إلى المجهول. أعتقد البرلمان الدولي يستطيع أن يساهم بدور كبير جدا في حل هذه المشاكل والقضايا الدولية. نعم. طيب خلينا نروح للحدث الرياضي اللي متغطي في كل الجرايد أيضا، الماتش امبارح لقاء الزمالك وصن داونز. حضرتك أهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. طيب ليه زعلان؟ يعني بس انا زعلان والله وفرح. احنا هقول لحضرتك احنا خسرنا الماتش وكسبنا الجمهور. الجمهور كان ايه انطباعاتك عن الماتش امبارح بشكل عام كحد من الجمهور بقى مش كمحلل رياضي؟ لا انا كمشاهد ومشجع يعني مشجع الجمهور كان على مستوى المسؤوليه والجمهور كان محترم جدا وده يمكن يدينا خرجنا من الماتش بالرغم ان احنا خسرنا الماتش ويعني ده كان متوقع لكن الامل كان عندنا كبير جدا جدا يحصل يعني نقول معجزة تحصل مفاجأة تحصل حاجة جميلة ونكسب لكن يعني حظ ما كانش موفق لكن أنا بقول لحضرتك احنا خرجنا من هذه المباراة انه الجمهور على مستوى عالي والجمهور أصبح يعني تقبل الموقف بروح رياضية عالية وده والرياضة مكسب وخسارة وأيضا ان احنا ما نجيش نأخر كل مشاكلنا للحظة الأخيرة يعني يعني خسرنا الماتش اللي فات ما كانش يجب ان احنا نخسره بالشكل ده كده او لو كانت الخساره قريبه كان يبقى الروح اللي هيأدوا بيها المباراه الاخيره كان هتبقى مختلفه تماما وكان الاداء هيكون افضل كانت هيكون الفرصه اكبر لكن احنا للاسف بنهدر الفرص ونيجي على اخر لحظه يعني زي ما بيقولوا كده سياسه حافه الهويه ونبتدي نشحذ الهمم ونجمع الجهود وندخر كل ما لدينا علشان ننقذ المشكله بيكون الوقت يعني فات
فيعني هارد لك وان شاء الله. هو كمان الكل كان بيقول ان كان في سلوك من الجمهور متحضر، ده المكسب الكبير والوحيد، رجع تاني الاطمئنان نوعا ما للماتشات اللي فيها جمهور. بالظبط كده حضرتك كده، وده مكسب في حد ذاته يعني من الاعداد الكبيره انه يحصل اي تجاوز. بالظبط. طيب خلينا نروح نلقي ضوء على بعض القضايا العربيه، سواء فيما يتعلق بالملف السوري او العراقي او الفلسطيني. حاليا في طبعا اخذ ورد بعد قرار اليونسكو باحقيه العرب للقدس من ناحيه كمان التاريخيه، في عنوان في جريده الوطن: نتنياهو يتعهد بالمشاركه في نقل تراب الاقصى، والمحاوله او يعني يطلب من كل الاسرائيليين تصل إلى حد الإجبار، إجبار كل إسرائيلي قبل تجنيده في الجيش على المشاركة في الحفريات اللي بتنفذها أسفل المسجد الأقصى. ده طبعا ده يعني تحدي للمشاعر طبعا، محاولة للضغط على المجتمع الدولي وعدم القبول بالقرار اللي هو أعلنه أكتر من مرة. ودي دايما اللي عهدناه من نتنياهو، نتنياهو بيضرب بكل قرارات الشرعية الدولية، بيضرب بها عرض الحائط، وبيتحدى العالم وبيتحدى شعور المسلمين في كل أرجاء العالم، وبيحاول يعني إثارة الرأي العام الإسلامي، وده شيء يعني ده المنتظر من نتنياهو. لكن انا بتصور انه طبعا الظروف اللي احنا بنعيشها في المنطقه العربيه في غايه السوء وفي غايه التشابك والتعقيد، يعني اصبحنا النهارده الخلافات العربيه اصبحت يعني شيء ما كانش متوقع على الاطلاق، واختلاف السياسات واختلاف المصالح وتشابك المصالح يمكن كل يوم بتختلف، وفي اتفاقات وفي مشاكل وفي انفصالات وفي تشابكات وفي تحالفات، فالمساله يعني بقت متشابكه بشكل غير مسبوق على الاطلاق. وكلنا شايفين يمكن اللي بيحصل في سوريا عمليه بقى ملعب لتصفيه الخلافات الاقليميه والدوليه على الاراضي السورية. واللي بيدفع الثمن الوحيد هو الشعب السوري. طيب خلينا ناخد عنوان آخر من صحيفة الأهرام، هما عنوانين، أحدهما خاص بالسباق الرئاسي الأمريكي، والآخر خاص بما يحدث في العراق وتحديدا عملية تحرير الموصل. ترامب يعرض خطة الميت يوم الأولى في البيت الأبيض، ده عنوان في الأهرام: حكومة من الشعب وترحيل مليوني مهاجر غير شرعي وإلغاء أوباما كير. من رؤية حضرتك حتى الآن لما وصل إليه السباق الأمريكي، هل ترى أنه في أي وضوح أو توقع يرشح أو يرجح كفة أحد المرشحين، أم أنه المسألة حتى الآن ممكن تكون فيها مفاجآت؟ هو شوف حضرتك، مع برضو احتفاظنا بإمكانية حدوث المفاجآت ده شيء وارد، لكن ترامب يعني ارتكب حبقات في خلال مراحل الدعاية بتاعته والمناظرات اللي عملها مع كلينتون، وان هناك تهم خطيره ألصقت به وهي عمليه التحرش والتهرب من سداد الضرائب، ودول تهمتين يعني وقعهم سيء جدا جدا في مجتمع زي المجتمع الامريكي او المجتمع الاوروبي. والتصريحات الاستفزازيه لترامب ضد المسلمين وترحيل المسلمين وعدائه للاسلام بصوره غير مبرره، ايضا انه هو في الفتره الاخيره بيحاول وتشكيكه في نزاهه الانتخابات الامريكيه قبل ان تحدث، وده تشكيك في مصداقيه الدوله الامريكيه العظمى الاولى في العالم، فهو اكتسب عداوات كتير جدا جدا جدا. لكن طبعا هو بيحاول يصلح ان خطة الميت يوم الأولى زي برضو بعض الرؤساء أنه هيعمل كل دي من باب الدعاية الانتخابية. لكن أنا بتصور برضو كل استطلاعات الرأي أعتقد أني أوجدت فارق كبير جدا بين شعبية كلينتون وترامب، يعني فارق كبير. يمكن معظم الاستطلاعات الأمريكية في السابق كان بيبقى 2% 1.5% 0.5%، لكن ده يعني المسافة كبيرة جدا جدا بين الاثنين. لكن مع كل هذا وأيضا هناك قيادات الحزب الجمهوري تنصلوا ورفعوا أيديهم إن هم يؤيدوا ترامب، فدي كل دي أمور بتصب في صالح كلينتون. لكن تظل أيضا لعبة السياسة
الرئاسة الأمريكية بالزبط. فيها قدر من المفاجأة ممكن يحدث في آخر من الممكن جدا، لكن الولايات المتحدة الأمريكية برضو عندها حب إن هي تبقى يبقى عندها تسجل يعني تعمل ريكورد كده في مجالات معينة إن هي عندها أول رئيس أسود، علشان دول ناس مع حقوق الإنسان وضد العنصرية، وأول سيدة رئيسة، بس أول سيدة في تاريخ أمريكا، لكن في تاريخ أمريكا في تاريخ العالم بالزبط. في سيدات كتب، فدي بتضيف ليهم يعني نوع من الوجاهة السياسية والحضارة يعني. طيب احنا العالم كله بيتابع هذه الأيام عملية تحرير الموصل، وفي عنوان في صحيفة الأهرام أيضا: البشمرجة تحرر 3 قرى بمحور بعشيقة شمالي الموصل. ما زالت عملية التحرير مستمرة رغم أنه تنظيم داعش يحاول الارتداد وتوجيه بعض الضربات إلى أماكن تم تحريرها في السابق بالفعل. هل شايف أنه التنظيم يحاول أن يعني يلملم شتاته ويسدد ضربات قد تكون قوية، أم أنه دي زي ما بيقولوا الرقصة الأخيرة أو مرحله الأخيرة؟ شوف حضرتك، يمكن يعني بشهادة بعض الخبراء العسكريين الأمريكيين بيؤكدوا على قوة تنظيم داعش وما يمتلكه من أسلحة وعتاد ومن مقاتلين بصورة كبيرة جدا جدا جدا. الشيء الغريب أن عملية تحرير الموصل اللي احنا بقالنا عدة شهور، ويمكن كل لحظة والتانية يقول تم تحرير الموصل، الجيش العراقي دخل، تحرير 3 قرى، تحرير أكثر من قرية، التقدم القوات العراقية، تقدم القوات وفيه القوات التركية والقوات الأمريكية وقوات التحالف موجودة في الموصل والقوات العراقية، كل هذه القوة للأسف الشديد مش قادرة على تنظيم داعش. دي مسألة غريبة الشكل يعني، ده بيدل على ان في شيء ما، ان الولايات المتحدة الأمريكية بتساعد هذا التنظيم، ده شيء مفروغ منه. لكن عملية تحرير الموصل استمرت عدة شهور، وحتى هذه اللحظة لم يتبين لنا اي شيء اذا كان هناك تحرير بالفعل او انتصار لهذه القوات المتعددة على تنظيم داعش. لكن المسألة حتستمر فترة طويلة الى ان يتبين يعني التحرير الحقيقي او عودة تنظيم داعش مرة اخرى للتحكم في الموصل. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد الشماع، الكاتب الصحفي في جريدة الاخبار. شكرا لوجودك معنا ورؤيتك وتحليلك لعناوين صحف القاهرة. شكرا. لسه مستمرين مع حضراتكم في هذا الصباح، نتحول للزميل حسام عاطف في أخبار الاقتصاد.